سلام الشامي، عضو اتحاد شباب الثورة في دمشق. على كل حال، كل عام وانت بخير. سلام، يعني الأوضاع في الغوطتين وكذلك في ريف دمشق يبدو أنه ثمة صيحات استغاثة تخرج من هناك. ما حقيقة الأوضاع الإنسانية إذا أحببت أن تركزي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله. طبعا اليوم أخي الكريم، قصف بالمدفعية الثقيلة على أحياء دمشقية، منها مخيم اليرموك وجوبر والقابون وبرزة، واشتباكات متقطعة على أطراف حي برزة الدمشقي بين عصابات الأسد والجيش الحر في نية لاقتحام هذه البلدة. أيضا قصف عنيف برازمات صواريخ والمدفعية الثقيلة على أحياء المليحة وسقبة وحزير البلد والبويضة وبساتين النبق ومعظمية الشام ودارية. هذه الأحياء تقع في الريف الدمشقي الغربي والغوطة الشرقية. أيضا هنا أيضا استهدفت عصابات الأسد اليوم تجمع كبير لعدد من المدنيين عند المدخل الغربي لمدينة معظمية الشام المحاصرة، أثناء محاولة هؤلاء المدنيين النزوح من هذه المدينة، وذلك تم تحت أنظار الصليب الأحمر واللجنة المسؤولة عن إخلاء المدنيين. ايضا تم استخدام هؤلاء المدنيين كدروع بشريه من قبل عصابات الاسد في نية لاقتحام مدينه معظميه الشام. ايضا اشتباكات عنيفه في محيط كل من بلده البويضه وحزير البلد بين الجيش الحر وعصابات الاسد. طبعا لم يعد يخفى على احد ان عصابات الاسد عندما تحاول اقتحام اي بلده سواء بالريف الدمشقي او بالعاصمه دمشق تكون مدعمه بعناصر من لواء ابو الفضل العباس الايراني و عناصر من حزب الله اللبناني. قيل سلام أيضا انه يتم التأكد من قتل هذه. 50، هل لديك معلومات؟ قيل انه قتل 50 من مقاتلي حزب الله لا وايضا من لا مجموعة من النظام، هل هذا الخبر صحيح؟ أخي الكريم، هناك اشتباكات مستمرة، لا نستطيع إحصاء القتلى إلا بعد هدوء الاشتباكات. إلى الآن لا يوجد تأكيد لهذا الكلام. أيضا أريد أن أقول أنه يتم التأكد من هويات هؤلاء الذين يقتحمون مع عصابات الأسد عندما يقوم الجيش الحر بأسر بعضهم. بالنسبة لعمليات الجيش الحر، أيضا اليوم تم منذ ساعتين تقريبا إعطاب دبابة C-72 على طريق مشفى تشرين العسكري على أيدي أبطال الجيش الحر. هذه الدبابة كانت تقصف هذا الحي بشكل وحشي جدا. أيضا اليوم بأم عيني شهدت اعتقال 4 نساء على أوتوستراد حرستا، أوتوستراد الدولي دمشق حمص، واقتيادهم لجهة مجهولة بسيارات تابعة لشبيحة الأسد. أيضا منع دخول المدنيين من الريف الدمشقي إلى قلب العاصمة دمشق، فهناك منع القادمين من قدسية وإغلاق حاجز الصفاف المتواجد هناك، ايضا اغلاق حاجز المليحه وزرمانة ومخيم الوافدين، ومنع احد من الخروج او الدخول الى الغوطه الشرقيه. الاوضاع ايضا الانسانيه سلام، يعني في عجاله العيد، مع العيد، كيف تبدو الاوضاع في الغوطتين تحديدا وفي ريف دمشق؟ يعني لانه في نداءات تتحدث عن مجاعه. نعم اخي الكريم، بالنسبه لمعظميه الشام، مخيم اليرموك والمنطقه الجنوبيه برمتها، يعني لم يعد يقوى السكان على العيش، مدنيين تموت جوعا، اطفال مسنين يموتون جوعا، لذلك حاولوا اليوم النزوح خارج بلده معظميه الشام واستهداف عصابات الاسد لهم. ايضا بالنسبه لاجواء العيد، طبعا سوريا جريحه كلنا نعلم، ولا 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 فرحه هناك بالنسبه لاطفال سوريا او اطفال دمشق او الغوطه، لا يوجد فرحة. يعني أول أيام هذا العيد المبارك تم استهداف الغوطة برازمات الصواريخ والطيران الحربي، فأي عيد يعيش على كل حال أطفال سوريا؟ يعني أشكرك نعم. سلام الشامي، عضو اتحاد أريد شباب أخي الكريم، نعم أشكرك، فقط شكرا. أريد تقديم نعم فقط تفضلي. أريد أن أقدم شكر لجمعية لأجل سوريا حرة لتقديمها أضاحي للغوطة الشرقية وحي برزة الدمشقي. شكرا سلام الشامي، عضو اتحاد شباب الثورة من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه